السلام عليكم. تلاميذ أولى متوسط بإذن الله، أنا في سلسلة الأعداد العشرية. اليوم راح نشوفوا المقارنة بينهم. هنا باه نديروا مقارنة لازم عندي مثلا عندي 5.75، وهنا عندي مثلا 5.175 مثلا. باه ندير مقارنة كما قلت لازم نشوفوا الجزء الصحيح، من بعد نشوفوا الجزء العشري. هنا الجزء الصحيح راه نفسه 5.5، إذا نروح للجزء العشري. الجزء العشري هنا عندي 75 وهنا عندي 175. الحالة الأولى هنايا واش نشوف؟ نشوف هنا عندي بعد الفاصل عندي 3 أرقام، هنا عندي رقمين. باه ندير المقارنة لازم نوفي عدد الأرقام، هنا نضيفها للصفر باش يولوا عندي نفس عدد الأرقام من هذه الجهة، ونفس عدد الأرقام في العدد الثاني. هنا يتسنى لي دوكا نقوم بعملية المقارنة، بالمقارنة بينهم. كيكون عندي الجزء الصحيح نفسه اشتغل بالجزء العشري، ثم نضيف الصفر حتى يكونوا نفس الأعداد، نفس عدد الأرقام اللي بعد الفاصلة. إذا دوك 5.750 نقارنها مع 5.175، هذه باينة بلي الجزء هذا راه أكبر. نزيدو عدد ثاني، مثال آخر، 15.02، راح نقارنها مع 15.2. نفس الشيء، الجزء الصحيح راه نفسه اشتغل بالجزء العشري. هنا عندي رقمين 0.2، هنا عندي رقم 1، نضيف له الصفر يعود عندي رقمين من اليمين، من اليمين ورقمين هنا ثاني من اليمين تاع العدد العشري. هنا نقوم بالمقارنه، 0.2 راهي اصغر من 20، اذا العدد العشري هذا راه اصغر من العدد العشري هذا. عدد مثال اخر، 25.003، راح نقارنها مع 25.30. في هذه الحالة هنا نفس الشيء، يكون الجزء الصحيح راه نفسه اشتغل بالجزء العشري، عندي 3 أرقام، عندي رقمين، نضيف الصفر، هنا عدد لي 300، هنا راهي 0.03، إذا هذا الجزء راه أكبر من هذه، ولا هذه راهي أصغر من هذه. مثال آخر، عندي 145.8، وهندير عندي 145.80. نفس الشيء قلنا، احنا عندنا الاصفار بعد الفاصله ما عندهاش فائده، نحطوها ولا ما نحطوهاش ماشي لازمه. اذا هنا لماذا؟ لان دوك نشوفوا هنا عندي رقمين، نضيف الصفر اصبحت نفسها. اذا هذا العدد العشري يساوي العدد العشري الاخر. هنا اشتغلنا بالأعداد العشرية اللي عندهم الجزء الصحيح نفسه، كنقارنوا مع العدد الآخر عندهم نفس العدد العشري، اشتغلنا بالعدد الجزء العشري، عندهم نفس الجزء الصحيح، عفوا عندهم نفس الجزء الصحيح، 5, 5, 15, 15, 25, 25, 145, 145. هنا كن نديرو المقارنة اشتغلوا بالجزء الصحيح العشري، لأن الجزء الصحيح راه نفسه. أما الآن راح نشوفوا مثال آخر، لما يكون الجزء الصحيح، الجزء الصحيح مختلف على الآخر. مثلا عندي هنايا 38.3، راح نقارنها مثلا مع 3.83. هذه 38 في الجزء الصحيح، هذه 3، إذا هذه راهي أصغر من 38. مثلا عندي 19.5، هنا عندي 195.45. الجزء الصحيح تاعي هنا 19، هنا 195، إذا هذا العدد أكبر. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. راح نديرو مثال آخر، هنايا أنا نديرو مقارنة، دوك نديرو مقارنة وفي نفس الوقت نديرو الترتيب. مثلا عندي عندي 5.75 مثلا، 5.05، 5.1، 5.18، 5.145 مثلا، أخيرا 5.5. كي نروح ندير مقارنة وعندي الجزء الصحيح نفسه ما تغيرش، نشتغل بالجزء العشري. الجزء العشري هنايا الرقم العدد الأول عنده رقمين بعد الفاصلة،
الثاني عنده رقمين، الثالث عنده رقم واحد، الرابع عنده رقمين، الخامس عنده ثلاث أرقام بعد الفاصلة، وأخيرا آخر عنده رقم واحد. أنا باه ندير مقارنة نعوض الفراغات بالأصفار، ندير أصفار حتى يكون عندي ثلاث أرقام يكونوا نفسهم كامل عندهم ثلاث أرقام بعد الفاصلة، باه نقدر ندير مقارنة. هنا عنده رقم واحد نضيف له صفرين، رقمين نضيف له صفر باش يقولوا لي ثلاث أرقام، هنا نضيف صفرين، هنا نضيف صفر، وهنا نضيف صفر. دوك ندير الترتيب تاعهم، 5.100، 5.50، 5.180، نشوف شكون أصغر فيهم، هو هذا 5.50 هو الأصغر، يليها 5.100، يليها 5.145، ثم 180، بعد ثم رقم الخامس هو 5.500، وأخيرا 5.750. هنا درنا المراتب تاعها. دوكا نروحو نرتبو، نروحو نرتبو ونشوفو كيف نرتبو. مثلا خمسة نبداو بالأول، خمسة هنا راح نديرو تصاعدي، راح نبدا بالصغير، 5.0، 5 هذا الأحمر مكتبوش، هذا درناه باش نفهمو باك نديرو الترتيب. ناخذ العدد تاعي كيما عطاتهولي كيما كان في التمرين، راه أصغر من المرتبة الثانية 5.1، أصغر من المرتبة الثالثة 5.145، أصغر من 145، ثم يليها الرابع 5.18، أصغر من الخامس هو 5.5، أصغر من 5.75. تمام، هنا درنا ترتيب تصاعدي، تصاعدي معناتها من الأصغر إلى الأكبر، نحكو الأكبر. أما إذا حبينا نديرو تنازلي، تنازلي نبداو بالأكبر ونروحو 5.75 أكبر من 5.5، أكبر من 5.18، 5.18 أكبر من 5.145، أكبر من 5.1، وأخيرا أكبر من 5.05. هنا درنا الترتيب وحطيناهم، درنا المراحل تاعهم كل واحد بالمرتبة تاعو المراتب تاعهم، ثم رتبناهم تنازلي قلنا من الصغير الكبير، وتصاعدي العفو تصاعدي من الصغير للكبير، وتنازلي من الكبير للصغير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. الى الملتقى باذن الله.